صباح الخير ولادي طلاب الخدمة الاجتماعية الفرقة الأولى مقرر علم نفس اجتماعي. أهلا بيكم في ثاني محاضرة من محاضرات علم النفس الاجتماعي. عايزه يعني انا اعتقد اني مش محتاجه اعمل ريفيجن او اعمل مراجعه، لانه شريط الفيديو عندكم تقدروا تراجعوه مره واثنين وعشره حتى تستطيعوا ان تستوعبوا الماده العلميه وتنتقلوا الى المحاضره الثانيه. الحقيقه احنا في المحاضره الاولى بشكل سريع جدا جدا اتكلمنا عن هذا العلم اللي معظم الوقت اقول لكم ان هو علم يونغ، علم شاب مقارنه ببقيه الفروع. وايضا من الاشياء الاساسيه اللي تحدثت بيها في المحاضره السابقه هي مساله انه علم الاجتماع على علاقه وثيقه بعلم النفس الاجتماعي وايضا علم النفس، وقلت ان علم النفس وعلم الاجتماع هما الابوان الشرعيان لعلم النفس الاجتماعي، واننا حينما نتحدث عن علم النفس الاجتماعي نحن نتحدث عن الحياه بذاتها، الحياه التي تستمر معنا منذ الصباح الى المساء. الحياة الاجتماعية هي الحياة الغالبة اللي هي أكتر من الحياة الفردية، إحنا بنلتقي بالناس طول النهار أكتر مما نعيشه في شكل مفرد لوحدنا، وحتى لو إحنا قاعدين لوحدنا نحن نتأثر بالتفاعلات الاجتماعية التي تتم في المجتمع. كلمتكم عن التطورات اللي بتحصل في المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها أيضا على الإنسان، وأن الإنسان ابن بيئته، وأن البيئة تؤثر عليه بدرجة كبيرة إلى جانب العوامل البيولوجية. كلمتكم أيضا نبذة تاريخية سريعة عن تطور علم النفس الاجتماعي، وكلمتكم عن علماء بارزين، ما اتكلمتش عن الحقيقة تاريخ لأنه أنا أعرف أن الطلاب بيملوا من فكرة التاريخ، لكن اتكلمت عن محطات أساسية وصلت فيها من تاريخ علم النفس الاجتماعي إلى ما يمكن أن أسميه نضج علم النفس الاجتماعي اللي تحقق بشغل ألبرت وتريبلت، وقلت أنه قبلها كان في أرسطو وكان في أفلاطون، وقلت ايضا ان كان في ماكدوغال وكان في راس، ودول حطوا لنا مبادئ لعلم النفس الاجتماعي. واعتقد اني اشرت الى فكره دراسه المحاكاه والانصياع والمسايره وما الى ذلك. اعتقد انه بكده تبقوا عندكم فكره عن ما هو ميدان علم النفس الاجتماعي الذي نبحث فيه. هناك نقطتان، في نقطتين لسه فاضلين في هذا المجال هتكلم عليهم دلوقتي وهندخل في موضوع جديد ان شاء الله. دول مش هياخدوا مني اكتر من 10 دقائق، ثم نتحدث في المحاضرة المهمة اللي هنتكلم عليها النهاردة، وهي علاقة الخدمة الاجتماعية بعلم النفس الاجتماعي والميثاق الاخلاقي لعلم النفس للخدمة الاجتماعية. اولا هنتحدث في نقطة في غاية الاهمية، وهي المحددات السلوك. حينما نتحدث عن محددات السلوك نحن نتحدث عن مجموعتين أساسيتين، المجموعة البيولوجية والتأثير الاجتماعي. عايزاكم يعني هنا تقفوا كويس قوي وبنضج شديد تعرفوا ان السلوك الاجتماعي ده حاصل جمع المجموعة البيولوجية. ما هي المجموعة البيولوجية؟ نحن نولد بعيون ملونة او بنية او سوداء، نحن نولد بشعر له لون معين، نحن نولد بقدرات عقلية محددة، نحن نولد بميل اجتماعي محدد، ثم تجيء البيئة تعمل الصنفرة والرجلشة اللي أنا كلمتكم عليها قبل كده. فإذا المجموعة البيولوجية دي يعني درجة ذكائي اللي أنا ورثاها من أمي وأبويا، يعني لون عيني، يعني مستوى صحتي وطاقتي الحيوية، كل الحاجات دي أنا ليس لي يد فيها. يعني أنا لا هقدر أغير لون عيوني ولا أنا هقدر أغير قدراتي العقليه، البيئه ليها دور، لكن هنتكلم الى اي مدى البيئه تلعب. اولا لابد انكم تعرفوا ان احنا نرث 80% من الذكاء و20% للبيئه، يعني قد يولد الطفل بذكاء معقول وفي اسره مهمله وفقيره ولا تهتم بهذا الطفل، يمكن ان يفقد قدرا من ذكائه. ولكن إذا ولد في أسرة ودته مدرسة كويسة وأمدته بالألعاب المناسبة وعملت له شوية حاجات بنسميها
الاثراء، الاثراء بنسميه الاثراء الثقافي، عملنا له اثراء. ممكن الطفل ده ذكائه لو كان 120 يوصل لمثلا 130، يعني الذكاء قابل للتنمية، ولكني لا استطيع ان اضع ذكاء في شخص ذكائه منخفض. اذا هنا في حاجة اسمها المجموعة البيولوجية، يبقى المجموعة البيولوجية صحتي، درجة المناعة اللي موجودة عندي، قدرة ابصاري، قدرتي على السمع، نسبة ذكائي، كل هذه طولي عرضي، كل ده مرتبط بالمجموعة البيولوجية اللي أنا ماليش يد فيها، اللي ربنا اداني، واللي ناتج عن الهيريديتي أو ناتج عن الوراثة. نحن نرث بنسبة كبيرة جدا كل القدرات اللي موجودة عندنا، أو الخصائص الجسمية أو الخصائص الصحية أو الخصائص العقلية، نحن نرثها من مش بس أبونا وأمنا، نحن نرث إلى ثامن جد، يعني لحد ثامن جد نحن نرث منه الخصائص. نيجي بقى للتأثير الاجتماعي اللي هو بنسميه يا ولاد، ومعايا واحدة واحدة، وأنا مش متقالة عليكم في المصطلحات، لكن عايزاكم تعرفوا هذه المصطلحات باللغة الإنجليزية. social influence، احنا عرفنا كلمة social واستخدمناها أكتر من مرة لما قلنا social psychology، احنا قلنا psychology يعني علم النفس، قلنا social psychology يعني علم النفس الاجتماعي. انا النهارده بقول سوشيال انفلونس. يعني ايه بقى سوشيال انفلونس؟ يعني التاثير الاجتماعي. يبقى كلمه سوشيال دي ملازمانه طول الترم، هنقولها كتير جدا فلا بد تكونوا حفظتوها. فلما نقول سوشيال انفلونس يعني التاثير الاجتماعي. ماذا نعني بالتاثير الاجتماعي؟ لازم تعرفوا ان الاشخاص يتصرفون حسب ما يتصرف الاغلبيه. يعني الأغلبية من الناس بتعمل إيه؟ الناس دايما تقلد الناس، دايما تعمل زي الناس. طبعا لما نيجي نفحص الطفل من يوم ما بيتولد، كيف يتعلم اكتساب اللغة؟ الطفل يكتسب اللغة لأنه عنده حنجرة كويسة، لأنه عنده مستوى أذن جيدة، ودول لوحدهم مش كافيين، مش كافيين خالص لكي يكتسب اللغة. لكي يكتسب اللغة يحتاج الطفل لكبار يتحدثون أمامه فيقلد ويحاكي، وأنا كلمتكم عن تجارب المحاكاة قبل كده في المحاضرة اللي فاتت، فيتعلم اللغة. وفي تجربة شهيرة جدا جدا جدا، وانتوا لسه سنة أولى لكن عندكم حاجات كتير هيقولوا لكم عليها، يعني في تجربة قديمة جدا معروفة، بنتين تاهوا من أبويهم في الغابة وما لقوهمش الا بعد 10 سنين، ولقوا البنتين دول لا يعرفوا ان يتحدثوا اللغه الانسانيه بتاعتنا، يقوموا باصدار اصوات كالعواء بالظبط زي الحيوانات. يبقى اذا هنا اللغه مكتسبه، acquired، اللغه مكتسبه. نحن نكتسب اللغه من المليو، من الاطار الاجتماعي اللي احنا بنعيش فيه مع الاخرين. يبقى انا لو جبت طفل وعزلته في حته وما خليتوش يتكلم، مش هيعرف يتكلم، حتى لو كان الاذن بتاعته كويسه، ولو كان الحنجره بتاعته كويسه، واللهاء وكل الاعضاء الخاصه بالكلام كويسه، لكن انا عزلته عن المجتمع لن يستطيع التحدث باللغه التي يتحدث. بدليل ان الطفل الذي يولد في الثقافه الانجليزيه يتحدث الانجليزيه، والطفل الذي يولد في الثقافه الامريكيه يتحدث اللغه الانجليزيه باللكنه الامريكيه، والطفل اللي عايش في اسبانيا بيتكلم بالاسباني، والطفل اللي عايش في العالم العربي يتحدث، حتى العالم العربي لهجات ولكنات. هذا يؤكد فكره اننا نمتص اللغه من خلال المحيطين بنا، ومن خلال عمليه مهمه جدا بنسميها عمليه الاكتساب. يبقى انا لما بورث حاجه من امي وابويا في العوامل البيولوجيه بقول ده وراثه، ولما بتكلم عن اكتساب بتكلم عن مجتمع انا بكتسب منه خصائص بسبب ايه؟ تفاعلي مع الكبار والصغار والاخرين وما الى ذلك. الناس يميلون الى تقليد الاغلبيه في كل حاجه، يعني لما نيجي نقول لبعض سلام عليكم، لما نيجي نقول لبعض هاي، لما نيجي نقول لبعض مساء الخير، لما كل الجريتنج، التحيه، الايماءات، الطريقه اللي بنتكلم بيها بنكتسبها من المجتمع، بدليل انه حتى حسب ما الطبقات الاجتماعيه تختلف هنلاقي الناس بتتكلم بلهجه وبلغه مختلفه من طبقه اجتماعيه الى طبقه اخرى. المثقفين بيتكلموا بلغه، العمال لهم لغه، الرجل الشرعي العادي له لغه، المتعلمين لهم لغه،
غير متعلمين له اللغه، هنلاقي الصعيد بيتكلموا بلهجه، وهنلاقي وجه بحري بيتكلم بلهجه. كل ده بسبب عمليه الاكتساب التي نكتسبها بفعل عمليه مهمه جدا بركز عليها مره تانية، هي عمليه التاثير الاجتماعي اللي بنسميها سوشيال انفلونس. من فضلكم، هذه العمليه بنسميها سوشيال انفلونس. يبقى يتصرف الناس كما يتصرف الاغلبيه، ثم التفكير بتاعنا بيتقولب. واعتقد ان المره اللي فاتت، بس اعيد تاني، المره اللي فاتت كلمتكم يعني ايه التقولب، اننا نتقولب بفعل الاغلبيه. يعني ايه نتقولب؟ يعني يبقى عندنا حاجه اسمها ستيريوتايب. الستيريوتايب بمعنى لما اجي اقول ان الصعيد، ها الوجه القبلي، مخهم ناشف، اقول دول يتمتعوا بالشهامه، اقول دول عندهم تقاليد يحافظون عليها، يبقى هنا في حاله اسمها التقولب. يعني ما اشوف شخص اقول ده صعيدي، لا ده وجه بحري، لا ده من القاهره، يبقى اذا في تقولب. لما اجي اقول النساء والرجال، هلاقي النساء لهم طريقه والرجال لهم طريقه، ففي حاجه اسمها التقولب. وبالتالي انا بتعرف على هذا على انه رجل، والاخرى على انها انثى او سيده، من خلال ما يمكن ان نتحدث عنه، الا وهو التقولب. التقولب، فارجو انكم تستوعبوا كويس، هذه هي المصطلحات التي نبني عليها هذا المقرر في هذا في هذا الكورس. نحن نحتاج البيئه الاجتماعيه، والنمو لا يحدث لنا الا في بيئه اجتماعيه. وانا حكيت لكم على البنتين اللي في الغابه اللي ما قدروش يبقوا زي الانسان. ايضا هناك قصه شهيره جدا 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 لام انجبت طفله بشكل غير شرعي، واهلها لم يعترفوا بهذه الطفله، فوضعتها في عشه فوق سقف المنزل. كانت كل يوم بتقدم لها اللبن والاكل والشرب، لكن لا تتحدث الى هذه الطفله ولا تحتضنها ولا تتحدث اليها ولا اي. هذه الطفله بعد 6 سنوات لقوها طفله بكماء، لا تتحدث لا تتكلم، اشبه بالمتخلفين عقليا. هذا يعني ان الاتاتش يعني ايه يا اولاد؟ الالتصاق. ها احنا لما الام تحضن ابنها جنب قلبها ويسمع صوت قلبها، يعني هذا يدعو الطفل الى الاطمئنان والاحساس بالامن. الاحساس بالامن لا يحدث الا بالالتصاق. احنا لما بنحب نعبر لزملائنا واصدقائنا واقاربنا عن حبنا، نحتضنهم وبنسلم عليهم. وبالتالي نحن نحتاج البيئه الاجتماعيه لكي ننمو. ننمو من خلال عملية مهمة جدا عايزاكم تعرفوها، هي عملية التفاعل الاجتماعي. ماذا نعني بالتفاعل الاجتماعي؟ التفاعل الاجتماعي هو منبهات ومثيرات وما بينهما تفاعل. يعني لما انا اجي اقول لك صباح الخير، يبقى انت هترد عليا تقول لي صباح النور. ما بين صباح الخير وصباح النور في تفاعل بيحصل رمزي انت ما بتحسش بيه، لكن هذا الذي يخلق المودة بيني وبينك، عن انك انت بتمشي في الشارع وتلاقي ناس محدش بيقول لك صباح الخير ولا صباح النور، يبقى دول ناس غرباء عنك، غرباء عنك. يبقى اذا الناس اللي مرتبطين بيك هم الناس اللي هيعملوا معاك تفاعل اجتماعي. ها وبالتالي لما نيجي نعرف التفاعل الاجتماعي هو مجموعه من المثيرات ومجموعه من الاستجابات وما بينهما تفاعل، يعني يخلق علاقه ويخلق رابطه، والعلاقه والرابطه لا تخلق الا في ظل منبهات ومثيرات اجتماعيه. لما اقول لك صباح الخير ده منبه، لما بتجاوب انت وتقول صباح النور، هذا استجابه. يبقى عندي مثيرات وعندي استجابات ثم بينهما تفاعل، هو خلق علاقه عاطفيه او خلق علاقه تعاطفية أو خلق علاقة اطمئنان بين الأنا والآخر. وقبل كده قلت لكم في المحاضرة اللي فاتت أن علم النفس الاجتماعي هو علم الأنا والآخر. هذا التفاعل لا يحدث بين الأفراد. أول أفراد مين بنتفاعل معاهم؟ هم الوالدين. يعني الطفل حينما وإحنا دايما نقول إيه، وأنتوا طبعا بتوع خدمة اجتماعية بتقولوا الأسرة 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 الأسرة، طبعا لا نستطيع أن نلغي تأثير الأسرة باعتبارها النواة الأولى للتنشئة الاجتماعية اللي بمشيئة الله هنتكلم عليها في أحد المحاضرات القادمة بمشيئة الله. وبالتالي نحن نقول أن الطفل ينمو من خلال عملية التفاعل التي تحدث بينه وبين والدينه وبين النماذج الاجتماعية الأخرى. يعني إيه يا أولاد النماذج الاجتماعية الأخرى؟ يعني خاله وعمه وجدته أو المربية اللي بتربيه مع أمه، كل الناس دول ليهم انفلونس،
كل الناس دول بيأثروا في الطفل ويطبعوه بالطابع الاجتماعي ويتحدثون مثله. يعني مثلا في البلاد العربية لأنهم يأتون بخادمات بشغلات يخدموا في البيوت أو يربوا الأطفال، فلبينيات وكوريات وجنسيات أخرى، لغة الطفل بتتأثر لدرجة أنك ممكن طفل سعودي أو إماراتي أو ما إلى ذلك ممكن يتحدث الإنجليزية اللي هي باللكنة الفلبينية أو ما إلى ذلك على حساب اللغة العربية. إذا هنا في إنفلونس ولا ما فيش؟ في إنفلونس، لأنه قد يرتبط الطفل بالمربية أكتر من الأم إذا كانت الأم بتقضي أوقاتا كثيرة بعيدة عن الطفل سواء في العمل أو في أي مجال آخر. إذا هنا هؤلاء الأشخاص يقولبون الطفل، بيأثروا عليه وبيعملوا له نوع من التأثير الاجتماعي، وبالتالي سلوكنا بيعبر عن حياتنا العقلية والنفسية، ويتشكل الإنسان، وأرجو أنا بقف عند الحتة المهمة، يتشكل الإنسان بفعل الآخرين. يعني إيه بفعل الآخرين؟ يعني الناس اللي بره دول بيأثروا فيا تأثير كبير، ونضجي ونموي يعني دعني أعترف أنه من قبل الآخرين. الإنسان كائن اجتماعي وعضو اجتماعي، والاثنين واحد يا أولاد، تلاقوا عنوانين، الإنسان كائن اجتماعي أو عضو اجتماعي، الحقيقة هما الاثنين واحد. بمعنى إيه؟ بمعنى الإنسان قلت لكم المرة اللي فاتت لا يستطيع أن يعيش وحيدا على الإطلاق، ما يقدرش الإنسان. وأنا المرة اللي فاتت قلت لكم في الثقافة الغربية اللي احنا بنقول عليهم انهم بردين وما عندهمش علاقات، لا ابدا، انت ممكن تقف على الاتوبيس وانت ما تعرفش حد من اللي واقفين على الستوب محطة الاتوبيس، هتلاقي الناس اللي بيقول لك بيتكلم عن الجو، يقول لك الجو شكله ايه النهاردة، اي حاجة. تروح عيادة الطبيب هتلاقي زميلك اللي قاعد بابنه العيان هيتكلم معاك. يميل الانسان الى اقامة علاقات اجتماعية دائمة منذ الولادة الى ان احنا نموت. طبيعي مش كلنا عندنا الدوافع الاجتماعية زي بعض، لان احنا عندنا مبدأ مهم جدا هو مبدأ الفروق الفردية، انه ما احناش كلنا زي بعض. يعني مش كل زمايلك الطلبة بيعملوا علاقات اجتماعية، في طلاب عملوا علاقات اجتماعية معتدلة، في طلاب اجتماعيين جدا بيروحوا اتحاد الطلاب ويشاركوا في الحفلات، وفي طلاب منطويين يميلون الى انهم ما يزودوش علاقاتهم الاجتماعية بالناس. فده لا شك ان احنا مش كلنا زي بعض، فمبدأ الفروق الفردية موجود، لكن كل البني ادمين يميلون الى اقامة علاقات اجتماعية، لكن بدرجات وبنسب متباينة وبطريقة متباينة. الانسان عضو اجتماعي، الانسان كائن اجتماعي، الاثنين زي بعض. وانا لما قلت لكم المره اللي فاتت الانسان حيوان اجتماعي، كنت اقصد ان الدوافع الفطريه اللي موجوده عند الحيوان موجوده عند الانسان، ميله للجوع، ميله للعطش، ميله للنوم والراحه، ميله للتكاثر، كل ده الانسان زي الحيوان بالظبط. الفرق الوحيد يا اولاد ان المجتمع بما فيه الاسره والمدرسه والمؤسسات الاجتماعيه والاعلام وكل ده أثر فينا، فبقينا كائنات اجتماعية متحضرة، وبالتالي لما تروح لمجتمع أقل تحضرا ومجتمع تاني متحضر، الفرق ما بينهم مش ربنا خلق الناس دول مختلفين، لأ، ربنا وزع الخصائص والسمات على الناس كلها، ثم يجيء المجتمع زي ما قلت لك يصنفر ويرجلش وينظم وما إلى ذلك، وبالتالي نمتص من المجتمع اللغة، نمتص الذوق العام، نمتص النظام، نمتص النظافة، كل الحاجات الاجتماعية دي نحن نمتصها من المجتمع. انا عايز اقول ان مش بس حياة الانسان، لا ده حتى الحيوانات، احنا عندنا النمل له حياة اجتماعية منظمة جدا، بيفضل طول الشتاء قابع في مكانه، وفي الصيف بيلتقط الاكل ويحوشه لحد فترة الصيف اللي هي فترة الانكماش اللي ما يقدرش يخرج بيها. ايضا حياة النسانيس والقردة وما الى، ولما بنقول القردة والنسانيس لانه ذكائهم عالي وقريبين من الإنسان، أيضا لهم حياة اجتماعية، يعني لهم لغة مشتركة الحيوانات، لما يبقى في خطر على الحيوانات بينبهوا بعض. إذا في حياة اجتماعية، وقد يكون في نظام سياسي ونظام اجتماعي موجود حتى ما بين هذه الكائنات. لا شك أننا نتعلم أن نكون اجتماعيين من خلال ردود أفعال الآخرين. يعني سي مثلا، هضرب لك مثل يعني إيه ردود أفعال الآخرين. يعني انت لسه اول مره تدخل محاضره، ولسه ما تعرفش نظام الجامعه، وانت لسه جاي سنه اولى، جاي من مرحله الهاي سكول اللي هي المرحله الثانويه، دخلت المحاضره متاخر 10 دقائق، ده كلام في الجامعه ما ينفعش. الاساتذه ينزعجون جيدا، لانه الاساتذه ينضبطون ويحضرون في المواعيد، وبالتالي ستتعرض
للاستهجان، انه الاستاذ هيقول لك من فضلك اخرج بره، من فضلك ما تخشش المحاضره. يبقى اذا هنا في تقاليد جديده للجامعه مختلفه عن تقاليد المدرسه، ان انت في المدرسه بيقعد المدرس يحفظك نقط يعني منضبطه جدا 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 ومحدوده جدا، اما في الجامعه الاستاذ يتحدث عن خبرات والاستاذ يعرض ماده علميه بشكل اخضر، لانه يعتمد على ان الطالب اصبح ناضجا يستطيع ان يمتص كل هذه المعلومات، يقرا في المراجع، يقرا في الكتب، يقرا على الانترنت. المساله مختلفه عن المرحله الثانويه، وبالتالي يحدث احيانا نوع من التعثر في الفرقه الاولى بسبب عدم قدره الطلاب على استيعاب القواعد والتقاليد الجامعيه الجديده، وطريقه المذاكره وطريقه الاستذكار قد تكون مختلفه بفعل ان هذه الجامعه. اذا هنا ردود الافعال نحو الاخرين، ان انا لسه ردود افعالي قد تكون سلبيه لاني لسه ما قدرتش امتص القواعد التي يضعها الكبار او يضعها الاساتذه او يضعها اللي ماسكين شغل في شغل. فبالتالي لما بتروح شغل جديد، لما بتروح جامعه، لما بتروح مؤسسه تدريبيه، لما بتروح حاجه جديده، بيبقى لسه عندك وقت تفهم القواعد اللي موجودة لكي تتوافق وتتكيف مع هذه المؤسسة. يعني انت بتشتغل في حتة جديدة، انت داخل جامعة جديدة، انت دخلت معهد، دخلت حتة بتدربك، في الاول ما بيبقاش تكيفك تكيف كبير، بيبقى التكيف قليل لحد ما تمتص القواعد التي تسير عليها هذه المؤسسة لكي تخليك انت تبتدي تتكيف وتتوافق مع قواعد المؤسسة. إذا لم تتكيف وتتوافق مع قواعد المؤسسة هتسيب المؤسسة، لأنك مش هتقدر تعمل تفاعل جيد. عشان كده ليه إحنا بنتكلم عن علم النفس الاجتماعي وعن أهميته؟ لأنه التفاعل الجيد هو الذي يخلق عملية الاستمرار. إذا تفاعلت جيدا مع المؤسسة اللي أنت بترتبط بيها، هذا هو الذي يدعو إلى استمرارك وانضمامك. لو أنت مجموعة أصحاب وأقران من أصدقائك 4 5 6 أي عدد، أنت ما قدرتش تخضع لتقاليد هذه الجماعة، هتلاقي نفسك بتخرج من الجماعة، بتخرج من الجماعة، بتقدرش تستحمل قواعد الجماعة. إذا تكيفت واندمجت وسايرت قواعد الجماعة ستكون عضوا في الجماعة. احنا ما بنبقاش اعضاء في جماعة واحدة، لازم تاخد بالك جدا، احنا مش بيبقى عندنا جماعة واحدة، نحن ننتمي لجماعات كثيرة. اول جماعة انت تنتمي اليها جماعة الاسرة اللي انت بتتولد فيها، هي اللي بتديك القواعد الاساسية للسلوك اللي خليك في المجتمع مش مستهجن. تعلمك ازاي تدخل الحمام، تعلمك ازاي تاكل، تعلمك ازاي تشرب، تعلمك ازاي تحيي الناس، بتعلمك حاجات كتير. ثم تذهب الى المدرسة الابتدائية فتقوم بالدور، ثم إلى المدرسة الإعدادية، ثم إلى المدرسة الثانوية. وأنا أتحدث عن التعليم كما يجب، كما كنا نتعلم، أن المدرسة عشان كده هي اسمها إيه؟ وزارة التربية والتعليم. يعني حتى ما قالش التعليم الأول، قال التربية والتعليم. يعني يقوم المعلم في المرحلة الابتدائية أو في مرحلة رياض الأطفال بتكملة ما تم تعلمه في الأسرة، ثم تجيء المدرسة، ثم تجيء الجامعة، ثم يجيء مجال العمل. كل دي مراحل للتنشئة الاجتماعية، بتعلمك ازاي تكون اجتماعيا، وبتعلمك ازاي تقدر تتكيف مع هذه الجماعة. عادة احنا في اي سلوك احنا بنسلكه يا اولاد لينا مكون معرفي. يعني ايه يا اولاد مكون معرفي؟ يعني انا عندي افكار، الافكار دي انا خدتها من المجتمع، خزنتها في دماغي لحد ما تيجي الظروف الاجتماعية اللي يعني مثلا علموك ان انت لما تدخل على حد تقول سلام عليكم او تقول صباح الخير. انت بتختزن المعلومة لحد ما تقابل حد تبتدي تقول له صباح الخير. يبقى اذا المعلومات دي مش بتترمي في الهواء، المعلومات دي انت بتستخدمها في وقتها المناسب.